الحياة فام، الحياة فام، زهرة الحياة. من الجامعة نبني الوطن، من الجامعة نبني الوطن، برنامج يسلط الضوء على دور الجامعة وضرورة المراهنة على البحث العلمي للارتقاء بالوطن، مع الدكتور طارق السالمي. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تعالى عدد جديد من برنامجكم من الجامعة نبني الوطن. إذن ديما كما تعودتوا في برنامج من الجامعة نبني الوطن، نركزوا على البحث العلمي، نركزوا على مخرجات التعليم العالي، نركزوا الحقيقة ذيك معناتها النظرة إيجابية على كل ما يبني هالبلاد هذه وعلى كل ما يقدم بتونس. الحقيقة تونس معناتها ما فيهاش كلي كوتي معناتها نيجاتيف اللي ديما معناتها للأسف العبد الكل تركز عليهم. احنا في الضوضاء هذه وفي الأشياء هذه ربما نيجاتيف، احنا نركزوا على توسكي بوزيتيف، نركزوا على القامات، نركزوا على تونس اللي فيها اللي كاليبر معناتها العاليين جدا اللي تجسدوا اليوم في ضيوفنا اللي هما بالفعل معناتها نركز أنا كاليبر عالي معناتها معيار علمي كبير. الحقيقة سعيد جدا أنا اليوم باستضافة الدكتور محمد الحداد. أنا باش نقتصر بتقديمه في جملتين وباش نعطيه هو يكمل الباقي. الدكتور محمد الحداد هو مدير الأبحاث في مخبر فراكتال، وهو دكتور في العلوم الطبية. دكتور محمد الحداد، سعيد جدا باستضافتك، مرحبا بك، وكمل لي كان أنا بخستك معناها ما غير ما نقصد فيه. لا شي شي لازم كل قلتور، يعطيك صحة، ربي فضلك ومرحبا بك، شرفتنا. كيف كيف كاليبر آخر معناتها شرفنا اليوم وقبل دعوتنا اللي هو السيد عقيل الصدقاوي، وهو خبير في الاقتصاد العالمي، مستشار في تحول الشركات، وهو عضو الجمعية التونسية للمدن الذكية. مرحبا بك سي عقيل. بارك الله فيك، شكرا شكرا على الاستضافة، يعطيك الصحة سيدي، ربي يفضلك. وبيان سور معناتها صديقي السي عبد المجيد فرحات اليوم معناتها دخل معايا الحقيقة باش يعاوني، وأنا محتاج معناتها أمام لكاليبر الجونة اليوم، أنا محتاج واحد يعاوني. بارك الله فيك سعد مجيد. شكرا جزيلا سي طارق، استضافة شرفتني برشا برشا، يعيشك، وأنت دائما تأتينا بالجميل، يعيشك ربي يفضلك، بارك الله فيك. دونك كيف ما شفتوا مستمعينا الكرام، شفتوا اليوم أنه استديو هكا فيه معناتها ديزاكس مختلفين، فما الاقتصاد وفما الميديسين. دونك ميديسين فيرست، معناتها متعودين نقولوا ladies first، اليوم نقولوا medicine first. نبدأ مع الدكتور محمد الحداد. دكتور محمد شرفنا بالزيارة، دونك الزيارة هذه فنا إطار معناها، تفضل مرحبا. يعطيكم الصحة على الاستضافة هذه وعلى برامجكم القيمة هذه اللي زي ما تتكاثر في تونس، وأكثر وأكثر من دوزين أوبجكتيف متاع إصلاح متاع تقويم وضع. يعطيكم الصحة. دونك جو في اتر بريف، باش نكون انا نتكلم سي باختصار باختصار برشا. صحيح انا مدير ابحاث، عندي 23 عام في مخبر اسمه لابو فراكتال في فرنسا وسويسرا. صحيح عندي 40 سنة عايش برا، مانيش عايش هنا. جيت هنايك في العامين تاع الكوفيد هذيا بصفة فجئية، جيت رابتري سانيتيرمون خاطر المغرب سكرت، دونك فضلت نروح لتونس باش نعدي رمضان هنا ونرجع لروحي. يا اخي كي تلاقيت مع الاطباء التوانسة يعني فوجئت في انا بصفه ساره انه فما انفتاح غير معهود، معناها الميدسان تلقاها ميدسان وتلقاها عنده 10 20 30 40 سنه خبره، ولكنه عامل فورماسيون في الفاكولتي فارماسي نتاع مونستير في الفيتوثيرابي، يعني علم طب الاعشاب، يعني طب الاعشاب معناها مش معناها تشد حشيش تحطه في الماء وتغليهم، معناها طب اعشاب معناها تشد كومبريمي سي لي زويل اسونسييل، يعني حاجه قيمه ياسر وحاجه معناها يلزمها علم ودرايه. واللي الاطباء هذوما بعد ثلاثة سنين من جهود معناها مع الكابينه نتاعهم وعائلاتهم مشاكلهم راجعوا يقراوا من جديد، وخذوا دي ديبلوم يعني من اكبر مؤسسين معناها نحييه من المنبر هذايا الاستاذ رشيد الشبلي اللي في تونس من وقت بن علي باضرابات جوع او شيء كبير ياسر باش عرف، ومن البلدان الوحيده في العالم اللي لا فيتوثيرابي كلينيك تتقرى في جامعه وياخذ ان ديبلوم يونيفرسيتير نتاع ماستر. هذه حاجه تو الحاجه نفسها موجوده زاده في الفاكولتي دو ميديسين نتاع مونستير، يقالوا له فيتوثيرابي
وعملت كور معاهم انا في الاس تي بي سي. هذا يعني حاجات من كيفاش يقولوها ساعات ساعات نغزروا البعيد وما نشوفوش شنو اللي قدام ساقينا. معنا عندنا خيرات, عندنا عندنا دي بورت اوفرت في بلادنا اللي فعلا ربما خاطر عاش لبرا كي جيت طرقت لهم وشفتهم, اما اللي عايش هنا حاجه باهيه لو كان لفتوا النظر اللي راهو فما امكانيات باش نطرحها توا على سيدتكم. مثلا في الريسيرش نتاعنا هذه كيفاش وصلنا في تونس, يعني حققنا في عامين نتائج اللي تحبلك في الاوروب 10 سنين باش تحققها. بكر هوي يعني يوجد في البحر, يوجد في الناري ما لا يوجد في البحر. هذه حاجه باش نحكيوا احنا على الابحاث نتاعكم العلميه فنا اطار وشنو النتائج اللي توصلتوا لها وهل وقع معنا تثمينها او لا. دونك هذه باش نجيوه في التسلسل نتاع الحصه ان شاء الله. دونك بعد اذنك دكتور شكرا ليك. معناتها نحب نتعدى الضيفي الثاني وهو السيد عقيل الصدقاوي اللي هو خبير في الاقتصاد العالمي ومستشار في تحول الشركات وعضو الجمعيه التونسيه للمدن الذكيه. الحقيقه معناها انا معناتها قدامي الكتاب اوزون نوتر فيتور نتاع السي عقيل. دونك بديت نتصفح فيه الكتاب هذايا ما مشيتش برشا الحقيقه. دونك من الباج معناتها نيميرو 9 معناتها من الصفحه التاسعه لقيت كيل تونيزي فولون نو, انا هي تونس نحبوها. ودونك انا السؤال اللي سيته هو طرحه في الكتاب انا باش نطرحه له هو بعد بيان سور ما يعطينا المقدمه على الانشطه نتاعو. دونك انا هي تونس اللي فولون نو, انا هي تونس اللي نحبوها. وسعد مجيد ما تعلق لنا على تونس اللي نحبوها. تفضل. تعليق ادبي ادبي معناها تفضل. اي يلا سي عقيل. السؤال هذا اليوم بالاكيد يسمو يتطرح. علاش؟ على خاطر اليوم احنا كي نشوفوا في بلادنا عايشين او جور لو جور وعندنا سنوات او جور لو جور, والسؤال هذا اليوم يلزمنا نعرفوا روحنا فين باش نمشيو وفين نحبوا نمشيو باش نجموا اون بلانيفي باش نجموا ننظموا روحنا باش نخلطوا للوبجيكتيف اللي حاجتنا فيه. هذا مش قاعدين نراو فيه اليوم. حتى كي نراو في السياسات نراو في السياسات قصيره المدى, يعني نتاع عام نتاع ليجيسلاتور نتاع حكومه. ما فماش اليوم شكون يحكي لنا ويقول لنا وين احنا نحبوا نمشيو. هل الفجوه الفكريه هذه هي اللي تخلي الناس تنقص من الكونفيونس, يعني تنقص من الثقه اللي اليوم تتعطى للمسؤولين كسوسوا سياسيين ولا معناها ما نعرفوش علاش. فلهذا اليوم المهم جدا هو انه نحدوا وين احنا نحبوا نمشيو ولا نعطيو هكا رؤيه فين احنا نحبوا نمشيو ونقولوها. فوق سوسوا كليرمون ايدنتيفيي زعما تتقال السيبل هذيا. وحتى كان فما معناها الديمقراطيه تسمح باش تتغير الحكومات وتتغير المسؤولين, ما فيها باس هما باش يكملوا في الثنيه هذه باش يخلطونا للسيب اللي احنا حشنا بها بطبيعه الحال بسياسات مختلفه. خاطر كل واحد عنده سياساته وكل واحد عنده معناها طريقته باش يخلط للهدف اللي احنا متفقين فيه. والاتفاق هذا ضروري, الهدف متفقين فيه سي عقيل. تسمح لي في الباب هذا. الهدف احنا متفقين فيه لا شك. انت طرحت قضيه نتاع استشراف وبعد المدى وبعد النظر. هو قيل معناها للنسري كيف تتمكن من فريستك, قال بحده البصري وبعد النظري. حده ولا تكون تسيب لي حاجه بدقه, وهذه سي لا سيونس هي العلم, وتمشي بعيد سي لا بوليتيك. احنا هذا في المستوى العمودي. ثم حاجة أخرى اللي هي من اللي قلت أنت تونس كيف نريدها أو تونس التي نريد. السؤال تطرح عندي أنا, من هذا المتكلم وكيف يرى تونس؟ هل هو رجل اقتصاد؟ هل هو رجل التربية؟ هل هو رجل الطب؟ هذا السؤال نطرح عليك. نعم. اليوم وتو يزيد سي محمد يعطي أن إكزومبل في الموضوع هذا. اليوم إن يا با أون سبيسياليتي معينة تقدر لوحدها تجاوب على السؤال هذا. اليوم الطرح اللي موجود في العالم اليوم المتقدم هو معناها يلزمنا نمشيو دون دي جروب بلوري ديسيبلينير. يلزمك اليوم تلقى اليوم عالم الاجتماع
والاقتصاد والطبيب والمهندس. هذاك اش حبيت انا سي عقيل باش نقول انا تسمح لي احنا تحدثنا على دو زاكس لاكس دي زابسيسي لاكس دي زوردوني. احنا مشينا قلنا في المستوى العمودي يلزم نمشوا بعيد نستشرفوا نتاع 10 و20 و30 سنه وهذاك سبب ارتباك البرامج يعني في هالدول اللي في قياس تونس وفي حجم تونس وفي كذا ترتبك بعد خمس سنين تلقى روحك تراجع ازيرو وتلقى روحك فهمني حتى مام معناه ليفالياسيون فورماتيف فهمني ليفالياسيون معناه دياغنوستيك فهمني الكل مازلت معناها مرتبكه لي بارامتر نتاع القيس مرتبكه على خاطر احنا ما يعني لم نؤمل زمنا طويلا ما خسرناش 30 و40 سنه القدام هذا في مستوى العمودي. المستوى الافقي هو اللي حكيت فيه معاك احنا نخدموا دي بارسيال نخدموا مقاطعات معزولة على بعضها ما ثماش تنافذ ما ثماش ترشح ناهيك على سبيل الذكر هل يمكن أن نضع برنامجا اقتصاديا دون التفاعل مع البعد الاجتماعي مع وزارة الاجتماع ومع وزارة التربية ومع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومع وزارة الفلاحة احنا هذا التفاعل وهذا التراشح هذا التنافذ نصبه في بعضنا وناخذه مسألة معناها مشترك الكل في المستوى الأفقي فهمني هذاك النقص هذاك علاش خاطر نقول تونس التي نريد منح هو كل شيء في نهاية الأمر تحدثت على سياسات كل ما يحدث سياسة كل شيء هو سياسة كل شيء هو تفكير هو تونس تونس التي نريد من بين الحاجات التي نريدها أو كيف معناتها نريد أن نرى تونس هي أنه معناتها نعمل البحث العلمي في المجال الطبي هلا. وهنا نرجع الدكتور محمد الحداد ونسألوا على زاكس دو ريشيرش في اللابوراتوار اللي سيتو معناها يدير فيه دونك شنو ما لي ريشيرش دكتور اللي تعملوا فيهم في سواء كان المخبر اللي موجود في تونس او مخبر فراكتال في فرنسا في تونس ما عندنا شي مخبر في تونس ما عندنا شي مخبر في الخارج عندنا 23 سنه في الخارج بين فرنسا والمغرب وسويسرا بعجاله باش نوصلوا باش نعطي لمحه تو على الشيء اللي عملناه والشيء اللي قاعد يتعمل في تونس لي زيتود كلينيك ولي زيتود في لي فاك دو سيونس تاع سوسا ليتود متعلقه بروفيسور من الفاك دو سيونس تاع بنزرت مثلا ها سي عبد الملك فاك دو سيونس تاع تونس زاد كيف كيف دكتور عباسي هندا دونك عندنا دي بروفيسور اللي هما معناها اكبر تيتر جامعي كالي ومشاركين معنا في ايتود يعني باش نجيها تو لسيادتك قبل ما ندخل في الموضوع هذا يلزم ناكد على حاجه في نطاق الموضوع اللي تركتوه مع سي عقيل انه كي عبد يجي من الخارج ومالف يعيش في كندا ولا في فرنسا او سويسرا ويهبط في تونس اول مره الى لامبريسيون كيلي دون ان كاو اللي هو في كاو كيفاش نقول بالعربي غير بالقارب لا 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 سي اش ا او اس كاوس سيتياسيون كاوتيك فوضى يعني الناس يعني فوضى عارمه على كل الجيلات من السيركولاسيون الميزان تاع الصحه الميزان تاع الادارات يعني فعلا سي فري اللي بعد الثوره اي بلاد تحب لها وقت باش تستقيل واذا كان تشوفوا على المستوى الاجتماعي على الفرد التونسي وعلى المستوى التربوي انا اللي عايش لبرا نشوف في تونس عملت خطوه كبيره من 2011 لتوا على المستوى الاجتماعي شفت ورايا هذا تجم تعكس معايا فيه اما جيت دونك اوبسرفاتور الكلام والتهذيب تاع العباد النيفو تاع الثقافه نتاع الناس طلع يعني الثوره هذه حققت حاجات مدى مكاسب معنا كبيره على الوعي نتاع الشباب دونك عندنا الشعب تاعنا عنده وعي وعنده مقدره نتاع اوتو اورغانيزاسيون معناها التناسق الفردي يعني يجب يتناسق في سيتياسيون كاوتيك الشعب تاعنا احنا فيسع فيسع هكا عمل برويت هكا عمل كذا هكا حل الماء ناخذ جاب الماء من غادي تتريق الدنيا وتولي الناس يعني كيفاش يقولوها نلقاو دون لو كاو كاو من سي اش ا او يو اس اون تروف دون لو كاو اون اورغانيزاسيون معناها نظام الفوضى النظام الفردي النظام الفردي في النظام الفردوي يعني كل واحد يعمل على روحه فهذه هذا شنو الثوره والشيء اللي تداول الرئاسات اللي تداولوا والاراء والكل باهي انا مانيش راجل سياسي وما عندي حتى نظره في السياسه ولا يقاس بيا في السياسه جميع ولكن اخويا كيما كان البرلمان انا كشخص كنت نحبهم كل بعابير موسي بالنهضه الكل نحبهم ونقول فينالمون هالمخاض هذا لابد باش يعطي حاجه باهيه وتوا معنا المجهود الكبير في الحكومه بتاعنا اكتوالمون معنا مجهود كبير جبار ماشي فهمتي سي فري معناها سي قيس سعيد عامل مجهود عظيم كل واحد عنده رايه وكلنا عندنا راينا ولينا حاجه مش خايبه هذه اما
كي نشوف ليشيك فين ليشيك ايموراجيك معنا النزيف اللي عندنا في تونس هو 36 ألف مهندس خرجوا من تونس في 6 سنين سورس اي اف ام راديو اوفيسيال معنا كل عام 6000 مهندس من خير المهندسين خرجوا من تونس باهي الاطباء نتاعنا الاطباء نتاعنا عادي وان كونكور توا وخير الاطباء وخير الجراحين يكون شيف سيرفيس بروفيسور اجريجي في الجامعه يمشي يخدم في فرنسا كميديسان سامبل باش يتقاضى 2500 يورو علاش يقول لك يا خويا ما عادش يمشي الخدمة انا في السبيطار ما عاد ما يجي لي شيء انا كذا انا كذا وكذا جو فو اكزيرسي لا ميديسين دونك الى ايميغري ان فرانس وحنا طاقتنا عندنا نزيف الوحيد اللي وقع توا بخلاف النزيف نتاع الاحتكار والرشوه والفساد المالي هذه امور سياسيه لا تعنينا هو هروب الطاقات نتاعنا لفيت دي تيت بونسونت عندنا احنا هنا اور في البلاد هذه فما امكانيه باش تعمل حاجات اللي ما تنجمش تعملهم في حتى دوله من انا في فرنسا من عمري 19 سنه 19 عام نجي ككل تونسي ونمشي اما ما عادش توا عامين عايش في تونس دونك راي يؤخذ به ليش؟ لانه كي جينا هنا يا اخي في فرنسا اش عملنا؟ لقينا اكتشفنا حاجه اسمها الفراكتال شنو هو الفراكتال؟ زيت نتاع حبه سوداء نعملوا له ديليسيون هوميوباتيك سوفيد ها يعني ديليسيون نحلوا نتحل 101% سوفيد معناها طريقه خاصه ماشي با دلوميوباتي ما عنده لا علاقه بالهوميوباتي انه هذايا لما تحط على خلايا سرطانيه لو كارسينوم ا 546 سو برودوي ا ديزاغريجي لو كارسينوم ا 556 بالعربيه انه حتى من خلايا سرطانيه ان فيترو في الصحن معناها ما نمشيوش نقولوا دويا لقينا دواء كونسير ولا حاجه حاجه هايله برشا على خاطر من زيت طبيعي ما فيش حتى درجه سموم الناس الكل تاكل في السينوج حتى حد من السينوج مات ها كان ضرب 100 كيلو اما بون لا سي بون قعدنا 22 سنه نحاولوا باش نفهموا الميكانيزم وفهمنا كسي اباز دو نانو بارتيكول نلقاو العلم تو اول نبته في العالم مدروسه هي الحبه السوداء لانه فيها ماده بالفرنسي اسمها لانيجيلا ساتيفا لانه فيها ماده اسمها لاتيموكينون وفيها لاديتيموكينون وفيها بوكو دو لانيجيلون فيها بليزيور كومبوزي اقوى كومبوزي فيها اسمه نيجيلون في اكثر من 1000 بوبليكاسيون سانتيفيك في العالم حتى في البسيكياتري دونك العلم هذا الابحاث العلميه هذه تدعم الشيء اللي لقيناه احنا هكاك يا سيدي ولقينا زاد كيف ضد التعفنات وقت فرنسا منها الدواء اللي معمول هذا اللي مستخرج من حبه سوداء نعاودها راه ماهوش حبه سوداء مش سينوج راه الدواء اللي تخرج من قلوب المشماش حاشاكم دواء كونتر لي كونسير مي كتاكل قلوب مشماش سي توكسيك ديجا ما يداويش انا مستخرج ماشيش عبد يمشي ياخذ بالمغارفه حبه سوداء باهيه مش خايبه يا اخي لكن احنا دراستنا مش الحاجه هذيك احنا دراستنا جينا في وضع هنا تونس وقت اللي فما غمه كما يقول السي خليل عماره البارح الدكتور خليل عماره اللي يقول اللي جينا في غمه نتاع العالم مش فاهم الفيروس هذايا باهي لقينا قبل انه الماده نتاعنا احنا لونيجيل 5 هذا اللي موجود في الصيدليات في تونس يقضي على كل ما هو فيروس كل ما هو فيروس لقيناه ما مشيناش الايبولا ولا حاجه يقع قضاء عليه بصفه عظيمه ياسر معناها في الماده هذه ديجا معناها موجوده تتباع في الفرماسي في تونس موجوده في الفرماسي عندها عامين ومرخص لها من الوزاره ككومبليمون اليمونتير عندها سي ال بي عمل عن ترخيص وفما سيرتيفيكات تاع المخبر يصنع فيها ادفانس فرمالي هما مشكورين شركه فارماسيوتيك ماجيش انا حبيت نجبد توا باش نجبد سيادتكم انتباهكم انا حاجه معينه انه كي تجي في تونس في الاول تاعنا ما عندك لامبرسيون ما فما حد شيء يعني باهي كي الاداره عندها باب ولاسونسور ما يمشيش بالبيت ما فما حد فاك ما جاش تخرج برا غادي اون لامبرسيون عندنا وكانه ما تلقى شيء في البلاد هذه ولا صدقوني لقينا كل شيء في البلاد هذه ولقينا في البلاد هذه رجال ولقينا نساء اللي وقفوا علاش وقفوا ها باش نبين لكم علاش وقفوا ها وعلاش نتكلم براج كي من هكايا باش الشباب اللي يسمع يفهم راو اذا كان عرقت لبرا ومشيت لبرا راك ديجا تي اون ايشيك سي تو انكابابل اذا ما عندكش الامكانيه هنا باش تاسس حاجه في الخارج ما تاسس حتى شيء باش تمشي تخدم في رسوة وسلام انا باش ناخذ نحب ديما نربط وسي عبد المجيد انت زين انا فقط انا نربط اي باش نعطيك دونك هو تو معناتها قبل ما ندخلوا فريمون في اللاكس معناتها اللي هو الابحاث اللي صارت في انفير معناها اكتشاف كيما نقولوا دواء حاجه معينه ما نحرقوش الريحه نقولهم بعد دونك نظرة إيجابية جدا من الدكتور محمد الحديد تبين لنا تطمنا وتقول راهي تونس غدوة خير وكل شيء دونك أنا باش ناخذها وباش نعديها مباشرة الدكتور السيد عقيل الصدقاوي
دونك تونس باش نقولها لك باللونجلي از بويلينغ، احنا توا بويلينغ نغليو احنا توا، معناتها البلاد الكل تغلي، ما تعرف حتى زينب من غادي تغزر لي معناتها كي طيب كي تغلي شنو يصير في الوسط، تصير كل الزبده هذيك اللي هي فيها المنفع. دونك وي ار بويلينغ، احنا توا قاعدين نغليو، لكن من بعدين مش نوصلوا الريزلتا. وتونس بيان سور غدو مش تكون خير، وانت سيادتك خبير في الاقتصاد العالمي، ما فماش واحد ينجم يشخص الحكايه هذه اكثر من سيادتك. هو سعد مجيد انا حبيت نربط البلاك نتاع هذيري خروج الشاحنات مش مرفوعه في الدنيا. اسمعني نقول لك سي تعرف انا حبيت معناها باش في سياق الربط بين اللي قاله الدكتور حداد واللي باش يحكي فيه سي عقيل. هو انا ديما نقول ثم حاجتين، انا عشنا وهم سنين طويله في تونس، عشنا وهم اللي احنا ما يعني ما عندناش موارد وما عندناش كذا وراس مالنا البشر فقط، ورنا حقيقه عندنا موارد فهمني، اما راس مالنا البشر زاده كانت موصوله بالوهم، على خاطر البشر اللي راس مالنا اللي هو العالم واللي هو الباحث واللي هو الشباب ما عطيناش الانيسياتيف تحرير المبادره الى حد الان. شبابنا صحيح الثوره حقت برشا حوايج، برشا حوايج ثمنوها الحريات، ثم ثقافه ناشئه جديده، ثم كل شيء، لكن الى حد الان مازال ثم انكراج، مازلنا مشدودين مشدودين الناس دي بول في العمر، معناها فهمتني ناس مازالوا حاطين كلاكلهم على السياسه وما سيبوش المقود للشباب. الشباب احنا جربناه وجاونا هنا في البلاتوات تبارك الله عليهم، مبادرات رائعه جدا، وكي تعطيه خدمه ينفذها بروح جديده بعنفوان الشباب الرائع وبك الدقه وبك الحماس وكذا. العلم العلم رب ضارة النافعة، احنا مو اذاعة بناء واذاعة معناها ما نخزر النصف الجانب الايجابي في كل ظاهرة. احنا هو يقول كل ما في الكون حكمة، كل ما في الكون حكمة، اما احنا ما نعرفوش فين الحكمة. لا انت يا عمر لا 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 عمر كان حكيم انزل. احنا احنا الكوفيد هذه الكوفيد هو اختبار كبير للبشرية، يعني اعادة النظر ومراجعة اللي ماشيين فيه. احنا في تونس فقنا على حقيقة بعدك الهلع اللي صار والناس مرضى والخوف والناس كانها معناها كان يوم القيامة ما عادش ثم التزاور، الناس خايفة متخبية، هالفيروس من اللول يدخل لنا زعما من الشباك يجي منين، فين متخبين لنا في الدار كذا. فقنا على حقيقة وهذه اللي مش نثمنها دكتور حداد، اللي هي حاجتنا إلى العلم وحاجتنا الى العلماء. يكفي يكفي برافو للكورونا في الباب هذا. انا الكورونا باش نقولها برافو خاطر الشد لا ديسبونسر والعلم حداد في تونس هو ديجا جاء على اساس زياره بمفعول الكورونا قعد لنا. دونك الكورونا يرحمه شد لنا الدكتور محمد حداد. دونك سي عقيل تفضل. نحب نرجع لهنا الحاجه بسيطه واللي هي باش تخلينا نربطوا بالشيء اللي قاعدين نحكيوا فيه اليوم. فما حرب في روسيا، معناها روسيا على اوكرانيا. هاك ولي؟ نعم. البي بي نتاع روسيا نحب نذكر به. البي بي نتاع روسيا تقريب الناتج الناتج القومي. تقريب الناتج القومي الخام. يعطيك الصحة. تقريب 1570 مليار دولار. 1570 مليار دولار في العام. نحب نذكر الأخيان اللي يسمعوا فينا اللي كوريا الجنوبية البي بي نتاعها يفوق البي بي نتاع روسيا. البي بي نتاع كوريا الجنوبية يفوق البي بي نتاع روسيا. نحب نذكر زادة اللي راو في الستينات احنا وكوريا الجنوبية كنا في نفس المرتبة. هما عملوا الكيا واحنا عملنا الستيا. يعطيك الصحة. في نفس العام 1960. شنو اللي صار؟ وصنعنا التلفزة كارتاج. شنو اللي صار؟ يعطيك الصحة. شنو اللي صار؟ هما مشاو في النيفو هذاك واحنا قعدنا في النيفو اللي احنا نعرفه. شنو اللي صار؟ لكن هذا الموضوع اللي حتى حد اليوم وحتى مسؤول ما قاعد يحكي بجرأة في الموضوع هذا، لأنه صارت خيارات والخيارات هذية هي اللي أعطت الريزولتا اللي احنا فيهم. شنو الخيار اللي صار؟ الخيار اللي صار هو أنه في كوريا الجنوبية ils ont misé sur la recherche et développement فهمتني et l'exportation. واحنا nous avons misé sur une main d'œuvre à bas coût et l'importation. شنو اللي قالوا لنا احنا؟ قالوا احنا نقعدوا خدمه للتصدير
واحنا خدمنا على الامبورتاسيون على التوريد على التوريد وخدمنا على لو فيت ديتر كومبيتيتيف ديتر معناها كومبيتيتيف لكن لا كومبيتيتيفيتي ما كانتش في الغوشيرش لا كومبيتيتيفيتي كانت في الغوصوخس معناها دو منافسة لكو منافسة كانت موجودة في لكو أباكو يعني رخيص في الكلفة يعطيك كلفة الزهيدة. الإنتاج أي. قعدنا احنا في كلفة الإنتاج الخاص إلى يوم الناس هذا أي. وهنا شفنا احنا قاعدين نشوفوا في الريزولتات وهما في موجودين. حب نذكر بأن شيفخ اللي هو في صار في 2018 حب نذكركم وهذا راهو يوري علاش احنا معناها يلزمنا نفيقوا على الوضع متاعنا ونبدلوا من طريقة التفكير. نذكر تونس 2018 على انرجستري 451 بروفي في المنظمة العالمية للبروبريتي انتلكتويل يعني للملكيه الفكريه يعطيك الصح 451 بروفي 451 شهاده بروفي تسجيل تسجيل ابتكار اختراعات في المنظمه هذه اي بيه برشا. نحب انا نحط اون باراليل شكون نحط انا ما نحطش انا نحب ما نحطش كوريا انا باش نحط سامسونج اي وكاو وكاو سامسونج اللي هي اون بارتي من كوريا. قداش تسجل سامسونج 3,326,000 اختراع براءة اختراع بروفي يتسجل في الويبو يعني 2018 يعني انت لهنا تشوف انت شنو وين ليكار وين انت اليوم شنو هي وضعيتك يعني انت وين انت موجود وعلاش انت اليوم موجود وشنو منياش تأتى الموجود احنا قالوا لنا في الستينات اقعدوا عاقلين اتوا جيبوا لكم الخدم واعملوا انتم تو سكي سو تريتانس الله يبارك فيهم مناولة نعملوا مناولة فهمتني وما عاد الاخرين شو شنو اللي كيف كيف أي. نحب زاد في التاريخ القريب لليوم اللي يبليها هذوما براءة الاختراع ما خليسي الحداد زعما ما فهمش دماغات توانسة براءة الاختراع اللي تسجلت الكوريا ولا اللي تسجلت لألمانيا ما فيش اسم توانسة هو موجود لكن انت ما يتسماش عليه ما يتسماش عليه ياسر لكن احنا هذي شنو هو شنو المهم في هنا سكر الايكوسيستم اللي تخلق في كوريا باش يخليك انت تعمل والايكوسيستم اللي انت موجود في تونس شنو اللي يخليك تعمل تحب نضيف بربي بعجالة في الموضوع هذي حاجة مهمة جدا وقت اللي صار الانهيار نتاع لومير دو برلين شو اللي صار؟ صار اللي انه فما الدول اللي احنا ما كناش نسمعوا بيهم ولات موجود ما كناش نسمعوا بيهم انت كنت تعرف الدول الشرقية اللي كنت تعرف انت فما الاستوني والليتوني والليتوني والليتواني ما كانوا مسكرين على ارواحهم رئيس وقت اللي صار رئيس نتاع استونيا بعد 91 شو اللي قال؟ قال انا جو فو كو ليستوني سوا ان ايتا ديجيتال قال جملة أكهو لا قال لها وش نعمل دستور ولا قال لها وش نبدل ودرا شنوه ولا هو درا شنوه قال شي ما قال لا أنا نحب أنا البلاد هذه تكون بلاد رقمية لا سي عقيل مش نستسمحك يعني معت الموضوع أنا ديجا منحبش نعود كلمة دونك الموضوع اللي سيادتك ذكرته هو يدخل في إطار السوليسيون اللي باش نحكيوا عليها بعد ما يطربنا معناها اصلاح مصباح بيوم السواعد سود السمر بليتو تفضلوا الاخوه في المرات المراهنه على البحث العلمي للارتقاء بالوطن مع الدكتور طارق السالمي. مستمعينا الكرام نجدد لكم التحيه من اذاعه الحياه FM. شكرا لحسن الانتباه والمتابعة على أمواج الإذاعة 90.3. دونك احنا كنا في الحوار متاعنا قبل الفاصل كنا نحكيه دونك احنا بديناها من الأول معناتها حكينا على البوتنسيال الموجودين في تونس وحكينا زادة عن كيلك سورت على الزوبستاكل الموجودين اللي خليونا مثلا احنا بلاد كاملة نعملوا 451 بروفي ألور كو سامسونج وحدها تعمل 3000 و بلوس كو 3000 بروفي اي 3 مليون فوالا اي في 2018 3 مليون دونك بارك الله فيك سي عقيل على معناها التفاعل وكنا معناها على مشارف انه نبداو في الحلول لكن احنا فضلنا نخرجوا فاصل دونك باش نرجع لك سي عقيل لانه في الجزء الاول بدينا مع الدكتور محمد تو مش نبدا معك انت وفوالا تو شخصنا كيف الطبيب ما شخصنا
هاي الحلول مالتو اي دونك الحلول الحلول احنا وقفنا قبيله في في كيفاش في الاستوني في الاستوني معناها الاكسبريسيون نتاع الرئيس نتاعهم بعد 91 قال مو جو فو ان ايتا ديجيتال يعني ماذا بينا كون الدوله نتاعنا دوله رقميه شو اللي صار بعد صار استقطاب كل المهارات في العالم وليت تحل شركات في استونيا وكلكم راه اكيد تعرفوا اللي فما لا بوسيبيليتي دو فير اي ريزيدنسي يعني ريزيدنس معناها الاقامه معناها الرقميه في 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 استونيا اللي تخول اللي باعثين المشاريع باش يكون عندهم معناها مرقم جبائي اوروبي اللي يخليهم يقوموا بعمليات ومعاملات في الفضاء الاوروبي وهما في بلادهم معناها في اي بقعه في العالم ويخلص ويحل البنك نتاعو ويحل الكونت نتاعو ويحل الشركه نتاعو وهذه خمتي قاعد واستونيا قاعده تستقطب اليوم اكثر من الاهداف نتاعها عندها علاقه بالعمله الرقميه دي. بطبيعه الحال لكن بطبيعه كل شيء قاعد يتطور في 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 في, 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 في السياق هذا اش قاعد نقول اللي ابارتير دو مومون من الموقع اللي انت تقول شنو اللي تحب والرؤيه نتاعك الامور تتسخر لك انا نحب لهنا تقول لي انت في كافي تونس شنو اللي لازمنا نعمل انا بالنسبه لي راه في حاجتين مهمين جدا على النطاق العمومي على النطاق العمومي يجبنا نفهم اليوم اللي راو نسأل السؤال المحوري سؤال محوري سي نعمل في الأشياء هذه بور كيل غيزون أي حاجة تعملها شنية لا ميسيون شنية لا غيزون علاش أنت تعمل فيه الشيء هذا شنو السبب المقنع وشنية الغاية برافو عليك شو اللي قاعدين نلاحظه احنا واليوم احنا علاش غرقنا لأن احنا ما نسألوش السؤال هذا شنو نقوله نمهتمين هاو كيفاش نعمل سي كومون لكومون يحبو احنا قاعدين غرقين في الكومون وما ليش فاهمين بور كيل غيزون نعطيك انا حاجة سيريس الإدارة الإدارة ما تلقى حتى الجواب على بور كيل غيزون كيفاش قاعدين نعملو شنو هي البروسيدور وعلاش نعملو فيها وشنو هو الباك اوفيس مليان وكيفاش الناس قاعدة تكونترولي والناس قاعدة معناها الإدارة تلقى فيها 1900 نحشية في البيروات قاعدة تحسب في الورق اللي يجيوها وفما كان 100 معناها قاعدين لهين بالمواطن و900 ملتين فهمتني ما تراهمش وهذا فهمتني سي 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 لو باك اوفيس الوغ كنت تمشي اليوم في انجلترا العكس تلقى علاش وفي البلاد الانجلو ساكسونيه اش تلقاهم يقول لك انا جوني مانيش ما حاجتيش انا باش نعمل الكونترول لو كونترول جو لو في ا بوستيريوري من بعد بعدي كونترول بعدي مش نعمل انا كونترول قبلي خاطر احنا في بالنا كيش نعمل كونترول قبلي باش نسهلوا الامور يعني نعملوا في الكونترول قبلي ولا فيها تصعاب الامور لانك انت ديما ناقص ورقه ديما ناقص حجه ديما ناقص درا شنو دونك هذا يلزمه تفكير معناها محوري في العمليه انت تثير في مساله التخطيط الاستراتيجي برافو عليك التخطيط الاستراتيجي على خاطر سي عقيل نورمالمون ما نقولوا لو كومون الكيفيه الا ما نقولوا لو بوركوا علاش الساعه الهدف اولا وبعدش يجي بار لا سويت يعطيك الصحه وفما حاجه اخرى هذه في النطاق العمومي وفي النطاق معناها سور لو بلان بريفي يلزمنا نفهموا حاجه مهمه جدا اللي رانا احنا صحيح 12 مليون لكن باعثين المشاريع يزمهم يفهموا اللي راهو مشاريعهم ماهيش لل 12 مليون يعني راهو المشاريع نتاعهم يزمهم تكون لل 7 مليارات ويكون كان انفورماتيسيان توا يحل مشكل نتاع شركه فرنسويه من داره من حي الزهور ويعمل لها حل بالانفورماتيك ا ديستانس يحتاج وجوده في فرنسا لما تبعث له هي 4000 يورو لا بعرف هذوكم حسب القانون اسمه لوا دي شانج تاع لا بنك سنترال قانون التبادل السيد هذاك يلزم يتعدى على بحث باش يجم يستلم المال هذاك ما نعرفش يمكن 4 5000 يورو فما واحد يعني يتعدى على بحث والفلوس ما ينجمش ياخذهم توت سويت كالا يعني عنده شركه والدوسي معروف ولا عنده حاجه عنده شركه مثلا تسمى اوفشور ولا ستارت اب ولا سي سويت يعني فما نوع من القوانين عندنا معناها نطلب من السلطات بصراحه باش يتلفتوا لها بالصفه هذه اللي هو قانون الصرف نعطيكم مثال اخر تجي تخير اي انسان تقول له تقعد تعيش في الدندان في داركم غادي دارك اللي بنيتها وتخلص 3000 اورو في الشهر
ورا تمشي تعيش في باريس وتاخذ 3000 في الشهر. يقول 3000 في الشهر هذيك صافي 10 ملايين يا حبيبي. نقعد في تونس انا اش مهزني غاديك كيفاش نعمل؟ قول له خويا تخدم الخدمه بتاعك انت مدا دان فيبر اوبتيك مع سوسيتي فرونسيز. هي كيفاش تخلص؟ باي بال يا خويا، باي بال العالم الكل. وانا عايش في المغرب، المغرب حلت باي بال يا حبيبي. اش معنى باي بال؟ تك 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 وخلصك السيد. والفلوس كي يجيوك في الباي بال كيفاش يلزمك تعملهم؟ يلزمك تصبهم في بنك او كما فماش مفر معناها اسمه جبائي ولا حاجه يتعدى على البنك. باهي سيدي، انا جونيور هنا يجم يحل مشكله بتاع بوتا فيتاس تاع مرسيدس والسيد يجي ان بايمون. الاستاذ هنا اللي قاعد يعني من ناحيه الفيزا ما ثماش باش يسافر 30% من الفيزا تتنحاو ويلزموا معناها يجيب الدنيا والدين باش يمشي ياخذ الفيزا نتاعو. والصحيح هذه نفهموها لانه فما معناها انا بي وقاع نتاع الناس اللي تمشي وتحرق الفيزا وامور فوضويه لما حاله صحيح. اما الفيزا ما ثماش باش تخدم برا ما تنجمش، الباي بال ما ثماش باش يجيك فلوس من برا ممنوع. يعني سيت اون اسفيكسي توتال يا خويا. حل لنا باي بال، حل الباي بال كيما الدول كله. تو غدوة واش يعمل الاستاذ الجامعي يقري درس نتاع ماتيماتيك كيما ودي كان يقرا في المغرب مع استاذ فرنساوي، تراك نخلصوا بالباي بال في المغرب. هذايا معناها سمعته مره في التلفزه المشروع هذايا. يا ودي حل لي الباي بال يرحموك، علاش نتكلم هكا بالصفه هذه؟ تحل الباي بال معناها غدوه الاستاذ نتاع الماتيماتيك غدوه الصباح يعمل كور لفرنسا بساعتين جاوه 50 اورو. فهمت؟ جاوا 50 اورو دخلوا هذا استاذ. اما كي نحسبوا احنا زوج ملايين طاقات عندنا بين انجينيور وبين مهندس وبين كذا وبين استاذ يخدموا على باي بال، صدقوني وكان اعطيكم الرقم اللي مره درسته مع انسان في القمه نتاع السي عقيل، لقينا 150 مليار يدخلوا في قداش؟ حسب رايكم 150 مليار في النهار؟ في النهار بالنهار. يا ودي لوتله، يا ودي تعملي مشروع ثنائي، يا ودي تعملي مطارات، جبت مخطط سابع امشي فيهم خويا ربي عينك. انا شي با نون بوليتيك. اما حل الباي بال توك الكونسي جوريديك هذاك عمل كونسلتاسيون جاتو الطبيب يولي يعمل تيلي كونسلتاسيون موجود. يعني جوانح مقصوصه سامحوني، يعني هذه حاجه اكيده جدا ويز الموضوع يدخل فيها اقتصادينا. لا علاش الباي بال وقف في تونس؟ شفت مره في الاذاعه واحد يقول انا والله نشوفه واحنا نؤمن صناعة تقليديه تصدر. يا ودي ما زدت في الشاشيه والكونترا انت يا ودي. عندنا دي جيني نعرفهم هنا والله اللي كابابل باش يحل المشكله نتاع مثلا 3D في الانفورماتيك. الساعه انفورماتيسيان بين 150 200 اورو في الخارج. كي باش يعمل كونسيبسيون نتاع شارع 3D السيد باش يطلب 15 17000 اورو من الخارج. في تونس فما طاقات تخدم 3D يخدموهم ب 10 مرات اقل. يجي المارشي هنا عمل 3D وبعثها لسان تاع فيلم عملها يلزم يخلص باي بال. شنو العمل اللي شنو فما ارهاب فيها هذه؟ يا ودي شدوا من الكونت وما تعطيه الفلوس اللي يتعدى على الانسبكتور فيسكال. بلادنا مخنوقه بالباي بال. تحل باي بال عندك 150 مليار بالاروات معناها 500000 اورو بالجور يدخلوا لتونس غدوه الصباح. دونك بلي سامحني ما تطول لي لا مشاور لا حتى شيء. سي او نيفو دا بنك سنترال الاورجونس اللي فما في تونس هي الباي بال. الباي بال للمهندس توا اللي باش يمشي لفرنسا يقعد هنا وما يمشيش لفرنسا. هيك حاجه. دونك هذه حاجه نلفت لها انتباه مهمه ياسر. نوضحوا بالله شويه دكتور. الباي بال سي تام بايمون دو مويان الكترونيك. هي 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 مؤسسه امريكيه صح؟ مؤسسه امريكيه موجوده في لوكسمبورغ نخدموا بها. توفر نظام خدمات دفعات اون ليني. المغرب حلتها تو حلتها وحدت الناس اللي غير مقيمين بالخارج بقيمه مثلا ما يفوتش 3 ملايين تونسيه وبشويه بشويه وماشي في المغرب. يعني احنا في فرنسا الشركه نتاعنا تخدم 80% بالباي بال. انت قاعد تشوف فلوس داخلوا لك يا سيدي. علاش؟ دونك عندنا طاقات شحمه تسكر عليهم لا فيزا لا حل موان دو بايمون. يعني فما ناس فيكسي الوغ سوا سي مانك دوبسيرفونس دو لا بار دو نو زيكونوميست هنيك في لا بنك سنترال وزاره الاقتصاد. مانك دوبسيرفونس دونك نلفت انتباه نظرتهم الكريمه اذا كان معناها فما ناس معناها يفكروا معناها بالصفه هذه وشو سور مانيش معناها ما نشكش في النزام تاع الناس المسؤولين. يا ودي تلفت الباي بال يرحم والديك باش تدخل 500000 اورو في النهار سابو ديرونج. الوتله نتاعنا مسكرين. السياح اللي عملنا عليها ستين كريون سون جيرم هاو جات كورونا هاو جات تيروريزم تسكرت شنو باش تعمل؟ اوفرتور انترناسيونال نحب بان مويان باش تعمل اوفرتور انترناسيونال بار دي كونتر انترناسيونال. شنو هو السافوار فير نتاعك انت؟ سو تريتونس لا سو تريتونس ديتروي سي با دورابل. يعني سو تريتونس مثلا شو اللي عندنا معمل رونو خدم لنا 10000 خدام مش حاجه خايبه ولكن على طول المدى راهي ديبوندونس سكر المعمل مشيت.
الطاقات اللي عندنا احنا اللي لقيتهم انا في تونس هنا يا ودي لقيت هناك دي جون اللي عاملين دي بوبليكاسيون سانتيفيك او نيفو دو لا فيزيك باغ اكزومبل منشورات علميه منشورات علميه من عاملين حاجات تقربع في العالم في مجالات محكمه مجالات كبيره باش ياخذ الفيزا الا ما شعره يشيب ساعه باش ياخذها باش يمشي للخارج وبعدين كي باش يعطي السافوار فيم تاعو ولا باش يعطي كور كيف باش يخلص وبعدين معناها عندنا اون في اركايك معناها كي دينوزوريسك اون ابل سا مورت دينوزور يل فودري فريمون ليفولوي اي اورجونس تاع تونس هي باي بال مس ستوب هذه نظره توا الدكتور انت طلبت سبع دقائق توا مازال لك كيك سكوند فهمتني توا المرحله بعد البوز هذه بعد البوز خاطر حسبت لك الوقت باهي يس اي هاو عندي هاو مازلت عندي 45 سكوند لا 2 سكوند سكوند اوكي وفيه السبع عاد انت اختلتي خمسه لا انا نمشي على الكونتير كمل بعد انا باش نعلق وباش نعطيك دي كارير معناتها انا عملت معناتها نعمل انا بحكم اختصاصي نعمل دي كونسلتاسيون معناتها البر وكل شيء دونك عملت كونسلتاسيون في دوله البحرين دونك جاو مش يحاولوا لي الاربعه سوردي جاو باش يحاولوهم لي اترفضوا مرتين باهي كيفاش ترفضوا مرتين ونجري واحد وخايف ونرعش يا ودي اش بيكم لاباس مش تبعثي لي جامعه كل شيء قال لك ابارتير من 2019 واكيد سي عقيل يفهم الحكايه هذيا ابارتير من 2019 يلزم تتمر على بنك انترميديير مش البنك هذيك تصب لك تور دونك انا وليت نقول لهم بالله تعرفوش كيفاش امشيوا للبنك الفلانيه وصبوا لي الباي بال هذيا جاء مره السيد محافظ البنك المركزي وانا ركزت معاه بالباهي واحد كل شيء قال لك لو بروبليم اللي نحن خلينا ما نحلوش الباي بال داير الباي بال انا كنت نخدم بها برا معناتها قال لك راهي الباي بال راهو متعلق فيها برشا سيكوريتي في السيستم معناتها في السيستم انفورماتيك نتاع بلادنا واحد كل شيء وراهو ما نجموش نحلوها كومبليتمون خاطر نهار ما نجمو نحلوها كان ما نتمكنوا من السايبر سيكوريتي معناها تكون توتالمون معناتها شنو هذا اللي يقولوا هو سي با مون افي معناها اون فيت دونك هنا انا عندي توا تألف في تحليل السيطرة لحظة سيف الدين الجزيري لحظة الكور نتاعك الكل مع البار دونك توا سي عبد المجيد وسي عقيل يو ار ان انا توا دونك انت سي عقيل داير سألتك انا راهو قلت لك يا اخي جماعتنا ما يعرفوش الحديث هذايا ديجا وسي عبد المجيد انا باش نقول ملاحظة ملاحظة يعني كملاحظ هو الدكتور حداد تحدث قال احنا عندنا نقص في الملاحظة والمتابعة والمواكبة انا احنا ما عندناش القدره على الرصد على رصد الواقع وقراءه الواقع كما هو واستشرافه كما حدث السي عقيل احنا العولمه هذه لا مونديالايزاسيون العولمه هذه اللي كانت نسميها معناها الثوره بعد الثوره الصناعيه جات الثوره الرقميه هي ثوره الانفورماسيون ثوره المعلومه وثوره الرقمنه نحن مازالت عندنا معوقات وعندنا صعوبات في كوننا كي تعملت العولمة اقتحمونا ودخلونا كما حبوا هو أم احنا نافي با لي مويان ما كانش عندنا الوسائل باش احنا نحروا المبادرات باش نعطوا قيمة لطاقاتنا وقيمة لقدراتنا اللي كان حكي عليها سي عقيل وحكينا عليها الدكتور حداد احنا بالنسبة لنا احنا في تونس ما زلنا اللي هو برنامجك سي سلمي هو يرمي الى اعطاء معنى دوني انسونس للمعارف الجامعيه التي كانت سجينه الجدران كيفاش تستفيد منها الجامعه انا كنشوف سكيس باس ما يحدث في الجامعه حوايج غاليه وثمينه حوايج غاليه درر من المعارف اللي قادره تغير تونس في لحظه لكش مازال اكل جدار مازال قائم بينها وبين مؤسسات الدوله العموميه وهنا باش نحكي على السياسه العامه هل هي سياسه واعيه بقيمة العلم وقيمة مواردها البشرية وكما كان يحكي عليه سي عقيل وكما اللي ثمنه الدكتور حداد احنا اليوم يلزمنا عقلنة السياسة يلزمنا نرجع للعقل ونرجع للمعرفة ونرجع للعلم في وضع برامجنا احنا كي تقرأ انت في تونس اليوم تشوف حالة الارتجال احنا ما كلنا ثم غول اسمه الارتجال ولا ينصر من صباح يا سي طارق ما عندناش نوسيون دو باساسيون دو سيرفيس دي تسليم مهام احنا وزير يخرج يجي وزير جديد يسلموا الكراسي والموظفين ما يسلموش المشاريع ويسلموا البرامج ما يقولوش راهو ثم برنامج ابداع في العام الفلاني ورانا اختينا فيه الخطوات التاليه والوزير الجديد اسمه يمضي على ذاك البرنامج مش على عدد الكراسي وعدد السيارات وعدد الموظفين احنا ما عندناش الاستمرارية وما نخدموش بمنطق لاكوميلاسيون بمنطق التراكم
ومنبني على هذا ثم لاكي اي لو بريكي اي لو فولو. اذا كان احنا اللجنه الاولى هذه انا مش نبني عليها السوكل فهمتني نتاع المشروع الجديد ما نستفادش ونستثمر ونقرا قراءه موضوعيه ناقده فاحصه للماضي نتاعنا احنا راهو نوصلوا نقولوا في 50 سنه ما صار حتى شيء مي نو بلي 50 سنه صارت برشا حوايج. احنا سيادتك ولد المدرسه التونسيه في السبعينات وفي الثمانينات دكتور حداد ولد المدرسه التونسيه الحديثه عبد المجيد فرحات سي عقيل الكلنا دكتور ليوان الكلنا ولادنا احنا ما زالت ما عندناش الموضوعيه التي نطمح اليها ولن نبلغها على خاطر عندنا برشا صعوبات. لو كان نبنوا بناء مسترسل متكامل متماسك وسامحني سي طارق ونعطي للعلم حقه نعم نعطي العالم حقه. انا الناس كيما الناس ما فاهمه هذوما هذوما هي رموز الوطن ورموز التاريخ هذوما اللي يسمعوا التاريخ مش من لي بافاردور نعم. راهو رغم سي ياسين حداد عجبه مجلس النواب انا ما عجبنيش لا لا مش عجبني انا عجبتني انا نحب الحريه كلهم نحب العلم انا سعد مجيد بعد اذنك عجبتني الدقه هذه الجنقيله نتاع نظره ناقده فاحصه فعلا فاحصه سي عقيل نحب نضيف الاشقال سي عبد المجيد هو صحيح اللي ينقصنا هو المراكمه اي ماله معناها لازم نبني فوق الواح الهدم راهو ما يجيب شيء نوبلي التكسير راهو ما يخلي كان الخراب وسهل التكسير سهل. اما المراكمه هي اللي تعطي العلم المطلوب هي وهي اللي تعطي العلم وهي اللي تعطي التفكير والتحسين والاحسان نخدم على اللكس كرونولوجي نرجع للموضوع نتاعنا دونك انا كنت سامحني على مقاطعه سي عقيل دونك توا الناس الديسيجن ميكرز ما يعرفوش الكلام هذا يعرفوا أما اصحاب القرار خلينا نفهموا كيش يخدم هو هل هو قرار حر لا شو اللي هو كيفاش يخدم هو يزيد ينفهموا حاجه اللي عندنا احنا اليوم راهو عندنا اداره اللي هي راهو اللي تمشي على حسب بروسيدور اعطيني انت اداره اللي فيها هي معناها ناس قاعدة تعمل في الاستشراف وريني هاي ستيج مثلا دخلت الريزو انتليجون انت قاعد تحكي على, على 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 إدارة ولا تحكي انت على شريكة انا نعطيك انا حاجتي بإدارة اللي هي تعطي في استشراف للبلاد راو اليوم وقت اللي انت اليوم تخرج لك اليوم بلاد كيما بريطانيا من لونيون أوروبيان توتسويت عندك الليتواني شو تقول جو فو ايبرجي لا فينتك اوروبيان في الليتواني سي كلير معناها انت خرجت من 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 اوروبا انا توتسويت نهز ليكو سيستيم نتاع الفينتك باش نحطو انا في بلادي انا تسمعوش في حاجه من نوع هذا في بلادنا انا ما نسمع في شيء سامحوني انا ما نسمع في شيء وما قاعد نرصد شي نلقاش يشطر جمله ما فماش منها العمليه هذه احنا اللي كانت تصير مشروع نقعد ونتقاتلوا عليه سنوات حتى لين نخلطوا ما نعملوش ونلقاو بلاد اخرى عملته واحنا قعدنا مازلنا نعملوا ايتود دو فيزابيليتي ورا ايتود دو فيزابيليتي ورا ايتود دو اوبورتونيتي ورا ايتود والجدوى الله يجيب والله يجيب الله يجيب الجدوى احنا عندنا ادارات مليانه بدراسات الجدوى والجدوى ماناش قاعدين نراو فيها فوق الارض دونك هذا هو هذا هو اللي قاعدين نلاحظوا فيه نحب لهنا نعطي يعني فرصه امل للشباب وش نقول راهو اليوم كي راهو فين ماشي العالم راهو هما قاعدين يراو في الاي او تي انترنت اوف ثينكس لكن يسمو يفهموا حاجه اللي راهو العالم ماشي لوين ماشي الانترنت اوف سكيلز انترنت اوف سكيلز اي نعم سيدي اش معناها يعني اليوم الانترنت الذكي المهارات اش معناها يعني انت اليوم يلزمنا نفهموا العالم وين ماشي العالم وين ماشي العالم اليوم عندك انت معناها مهاراتك انت يزمك ما تبداش تخمم اللي انت اليوم ما عندكش شغل تاع شغل ليه انت اربح من تونس كيفاش تنمي مهاراتك اربح من تونس كيفاش تنمي الذكاء نتاعك اربح من تونس كيفاش تنمي قدراتك خاطر باش يجي وقت اللي بعد بضع ويمات اللي المهاره نتاعك باش تولي تجم تصيغها في العالم اجمع وما تقعدش والمهاره نتاعك ما عادش تستحق باش تمشي للبلدان باش تجم انت تسوقها اليوم انت من البقعه نتاعك يلزمك تركز
وتتو كونسونتر على المهارات نتاعك. كان لقيت فرصة باش تثمنها في تونس فبها، كان لقيتش في بقعة متثمنها في تونس راهو في بقعتك انت تجم تشتغل في العالم. في نفس الكتار سي عقيل، نعم، ما تلاحظش انه اغنى الناس اللي موجودين في العالم لا عندهم لا بترول لا عندهم لا ذهب لا عندهم لا حتى شيء، بليتو كو عندهم معناتها المادة الشخمة. نعم بطبيعة الحال، فما الدول ما عندهاش حتى الماء، عايش على تحليه مياه البحر ومع ذلك رائدة في عدة مجالات. انا لما ناخذ لك اكزومبل تخي سامبل، تخي تو بربي سنغافور تي ما تجيش القروان، القروان اكبر من سنغافور هكا ولا لا؟ لكن هي من الدول اللي اليوم معناها من اعلى الدخل الفردي الخام، من اقوى ما فما في العالم. واحنا اليوم معناها مازلنا قاعدين نخمو في دائرة ضيقة، احنا مضيقين على نفسنا، احنا اليوم احنا راهو السبب، حتى حد ما فما حتى حد يعملنا في حتى شيء من البر، راهو خذوها هذه مسلمة، حتى حد ما قاعد يعملنا في حتى شيء من البر، راهو كان فما حاجة رانا احنا مسؤولين عليها، واحنا قاعدين نعملوا في المشاكل للرواح، ما فما حتى حد قادر اليوم باش يعملنا حتى مشكلة. حب ربي أنا في لغة الأرقام نحب نعطي أرقام، معناها اليوم موجود في كتاب، اليوم موجود في الكتاب يعطيك الصحة. أي. انا نحب في كوريا الباج 27 باش تلقى انت، باش تلقى انت الكوري دو سود اليوم اللي خمسة مرات سانك فوا روبوتيزي من فرنسا، خمسة مرات روبوتيزي على فرنسا. اش تلقى انت اش معناها؟ يعني انت عندك بقيمه تقريب 531 روبو بارابيتون، 531 روبو بارابيتون في كوريا، وفي فرنسا عندك 127 روبو، دونك النمبر دو روبو في كوريا اكثر من النمبر دو روبو في فرنسا. لكن انت في نفس الوقت في 2015 النمبر دو شومور في كوريا 3.4% والنمبر دو شومور في فرنسا 9.6%. يعني مش كونتراديكتوار هذا؟ يعطيك الصحة، انت في بالك اللي هو سي كونتراديكتوار، احنا في بالنا الروبو ينقص علينا اللي هو في بالك انت، مو اللي قاعدين يسوقوا فيه. احنا لازمنا نكونوا ضد الرقم وضد الروبوتيزاسيون، علاش؟ باش نخليو الناس تخدم ونخليهم يسترزقوا. سي با فري، مش صحيح، مش صحيح. خاطر انت وقت اللي كون تو في دو لا روبوتيزاسيون اي تو في دون لينوفاسيون، شو باش يصير؟ انت باش تخلق انت مواطن شغل جديدة، جديدة، المهن الجديدة، برافو عليك، اللي هما حاجتك بيهم لشكون؟ مهاراتك انت الشبابية. اي نعم. اللي انت اليوم ماكش لاقيلهم فضاء باش تخدمهم. دونك فلهذا خويا العزيز لازمنا نخرجوا من التخميرة اللي احنا فيها واللي احنا قاعدين نعملوا، معناها فاش قاعدين نحافظوا على مواطن الشغل تاع البستنة. الله يبارك، انا ما عنديش مشكل، اما البستنة وحدها ما تكفيش. البستنة اخويا العزيز قاعده تعطي في سوق شغل معينه، لكن الشباب اللي قاعد تقري فيه يلزموا يلقى فضاءات باش يشتغل فيها وينمي لك قدراتك. نعم. على خاطر هو لكن هو يحب يخرج مش على خاطر راهو معناها يحب يخرج، ليه؟ على خاطر قاعد اليوم ما لقاش الفرص نتاعو، ما لقاش معنى معارفه ومهاراته. نعم نعم. فلهذا احنا هذا يزن نردوا بالنا. نعم نعم. دونك انت توا قارنت كوريا وفرنسا معناتها في الروبو، انا زاد مش على كل كوري صانع روبو، احنا واحد معتدي على الرصيف في تونس معناتها محتل التروتوار مخرج كراسيه وسلعته. ها دكتور محمد واش نحكيوا على الدوار؟ يلا سيتي سيتي هو سيتي في نو سوم نو فيفون ايبوك ترانزيتوار، يعني عايشين في سيرة وقتيه عملناه مش عمسناه وتعملوا مش عمسناه. سي فري فما من ناحيه اقتصاديه من الأسوأ ما اسوء، وقبيل حكيت على ديزيموراجي، فما في الحقيقه فما ديزيموراجي نتاع هروب الرؤوس المفكره نتاعنا احنا نزيف من ناحيه ولا يعطيك الصحه. دونك سي ديموراجي هذه، وفما ايموراجي اخرى ريكريدي سمعت في الاخبار هكا، مانيش خبير انا في السياسه. تونس مشات جابت خذات منها 400 مليون دولار باش العائلات المعوزة. صحيح الدولة لازم تحل المشاكل هذه، ولكن ساعات ساعات معناها كتونسي معناها ساعات ساعات ديني سونتيمون تاع حشمة. علاش تحشم؟ مازال نوبة ديني دينا باش الخارج يتصدق علينا. احنا كنا لو غوني دو روم، القمح ما عندناش، فارينا ما عادش ثما، سميد ما عادش ثما، هذه امور ما تخصنيش انا. الاسم من كلمة معوزة سعد مجيد شنو هو؟
إعاز ولا إعاز عوز 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 دونك هو كي مشى تسلف له زاد وعوز هكا هو كانوا كان حلله مشروع راونا حلو العوز هو هو صحيح اما شوف يعني هو صعيب معناها اللوم بعد القضاء بدعه لا نيسيسيتي دو غوفرنمون ايتي دافوار سو كريدي على خاطر فما دي بيزوان ايمينون احنا تو باش نوقفوا لمراجعه هذيا قبيل ذكرت حاجه واش نعاود نذكرها باش نسيبكم اذا كان 10000 تونسي برك يعمل 50 اورو في النهار باري بريستاسيون سيرفيس للخارج قرا فرنسيس قرا انجليز قرا اسبانيول حل مشكله فورماتيك عمل تيلي كونسلتاسيون يجيبوا 500000 اورو مي اذا كان 100000 تونسي خاطر عندنا مليون تونسي 100000 تونسي يجيبوا 5 مليون دورو معناها 15 مليار في النهار يدخلوا يحل بيبال يا ولدي كما تقولوا في تونس كلمه تعجبني برشا يا معلم يحل بيبال يا خويا يصبح باش تحكي معايا بالله شنو سيكريتي سايب البيبال سايب البيبال فوالا شفتوا 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 يحكيوا على يحكي على السيكوريتي سي سويت في بالك حاجه احنا شركتنا تتعامل مع البيبال كي نشوف البيبال نتاع هنا كمقيم بالخارج كي نشوف بيبال هنا في القروان توا البيبال بلوكيني تو سويت كون كانت الادريس اي بي نتاعك في تونس باش القروان اكسبليكاسيون انت ولا مش انت يعني راهم فماش كم السيكوريتي هذه هكي حاجه من ناحيه تونس تويكا والشيء اللي حكينا فيه في تونس يا سيدي مش الدواء ولا واحد مش هذا هو المهم المهم هو الشيما اللي لقيته في تونس لما جيت عام في افريل 2020 هنا كلاجئ كوروني معناها المغرب سكرت جيت باللجوء هنا 15 يوم حجر ونعمل لجوء البلاد فارغه فما كان الغبره وقتها الصدور كل شيء فشريت مسكر البلاد كل شيء قالوا لي كوقت تحبش تعمل كونفرنس ميديكال هنا لي ميدسان سي سويت قلت لهم شوف راني كرهت لا ميدسين من الكورونا ما عادش الطبيعه باش يعمل هذيك ايزوكسيكلوروكين مش بايه هذه فامكتين ممنوعه هذه درشتون وهذه شنو تضارب في الاراء كثير خلا فجعه كبيره ما عينيش كي لقيت لي ميدسان التوانسه اللي عندهم تفتح وعندهم اكسبيريونس كلينيك هايله برشا تجربه باش نفسر لك انا علاش الميكانيسيان التونسي خير من الميكانيسيان اللي في باريس من عايش 40 سنه هذيك على خاطر الميكانيسيان التونسي ساعات يدخل ما في المازوت ويدخل يعمل له مشاكل في البومب في الموتور اللي في فرنسا عمره ما يشوفوها دونك يولي يواجه حلول اللي تويوتا بيتا ما تعرفهاش دونك عندهم لي ميدسان اوسي بنقص لي ماتيريال تلقى نقص ريسبيراتور في بنزرت يشد من ريسبيراتور مانوال ويشد الطفل الصغير وليل كامل هو يبامبيلو باش ما يموتش باش اللي حتى اللي بالي ريسبيراتور تمشي سبيطارات تلقى فيهم 7 ريسبيراتور في 600000 ساكن الطب عطاو شيء كبير ياسر الطاقات هذه وقت جيت هنا سيدي في تونس نستنى شهر كنت نعمل بريك وتجين مرسوقة وجو في غوتوني وماروك أبخي لما عملت كونفرنس شفت كما قلوها الغمة اللي موجودة علينا كما قال سيخ العمارة بالكورونا الفجعة الخوف كما قال الأستاذ ما يعرفش داخل الشباك كان سيسويت وعنا نعرف لعنا مادة اللي هو اللاكتوز نيجل 5 عندها فعالية كبيرة منها في الليفيروز عملت كونفرنس ميديكال طلبنا الاذن طلبنا الترخيص من دي بي ام ديريكسيون دي ميديكامون مشكوره نتاع وزاره الصحه اللي في صفيس قال شنو هذا سي تاني مينو موديلاتور يعاون طبيعي اعطيناهم كرة الشروط سيدي اعطونا الورقه بدون تعطيل لقينا لابوراتوار فارماسيوتيك اللي ادفانس فارما كوربوريشن اللي خذا لا موليكول هذيا ولا يصنع فيها سلون لي نورم فارماسيوتيك مانا اون ريغور خاطر يصنع ادويه سيد كل شيء المطلوبه البرودوي خرج في لي فارماسي ما قلت حتى كلمه لما ساقت لهم شوف غير موافقة لمنظمة الصحة العالمية احناش متخيل عندي توبا لا نا با بزوان خاطر احنا مكمل غذائي مش دواء مكمل غذائي سميه مكمل غذائي قالوا كيما السبناه خطوه هكا كي شبه له شويه مثال سميه قالتها بنتي اما سيت ان كومبليمون اليمونتيغ لانه زيت زيتونه كانت تخرج منه فراكسيون انت بماكينه وتعطيه غدوه ما يتسماش دواء ولكن عنده قيمه يا سيدي احنا هكاك وبداو الريزولتا تاع الميدسان داو الريزولتا الميدسان بصفه كبيره ياسر تشوف كيفاش لا سي ار بي الالتهاب يهبط في 36 ساعه تشوف لي ديماغ درجه تفلقيت الدم تسمى هذيك تكوير الدم تخثر الدم كيفاش تهبط ترونسيزول بلاش انوكسا بلاش اش بي بي ام الباسيون غدوا صباح يساتور ا دو بوان اون بلوس ما ماتوش الناس معناها وقع هيجان كبير فعلا توجد فركتال من جربه الفركتال معناها اللاكتوز نيجل 5 حتى الفوق به قلنا يا سيدي نعمل دراسه علميه دراسة علمية سيدي مشينا كيكيب تاع ميدسان ومشينا للسهلول حكينا مع البروفيسور رياض بوكيف يعني سي رياض بوكيف كما اللي شاركوا معاه الكل من هنا عندك 20 ميدسان بروفيسور اللي شاركوا في الليتود هذه ما نعرفش الكاميرا موجودة ولا لا فوالا موجودة فوالا دونك هذه الليتود كاملة هذه في صدد النشر تويك سي رياض بوكيف سمع الناس الكل
فما منها ناس اللي زملاء نتاعو كانوا معاه شاف الريزولتا كيما سيريا بوكيف. ما ناش نشكروا في شخص ولا واحد، ولكن اللي عمل حاجه باهيه ما نذكروه بالخير ولا طبعا. واللي عمل حاجه خايبه خاطيني انا مانيش هنا باش ما سي جو سوي با لو جوج. سيريا بوكيف نلقاه في البيرو نتاعو هو والسيرفيس نتاعو يفلي في انترنت فماش سوليسيون ضد كورونا خرجت في العالم توا باش يطبقها، يعني يطلب الاذن من الجامعه من الفاكولتي الميديسين يسمحوا له باش يجرب البرودوي هذايا ويعطيك الادويه نتاع لازيتروميسين العاديه معناها. مي يعني لافلو دي باسيون اللي هابطين فما انسان اخر قوى في لي ريسورس هيومان في الطب وكذا سيريا بوكيف. وفما برشا غيره زاد كيف في تونس معناها الاستاذ اللهم صل على النبي سيكريك شو ديكس يعني حاجه اكستراوردينير يلوج انترنت ماش حاجه اللي تمشي. وجيناها احنا كي سمع كلام الاطباء طلب الوثائق الكل عطاو الوثائق تاع لي راديو افون ابري كيفاش اون 21 جور اكستنكسيون دي ليزيون كوفيديان ماش عنده حد شي يعرف يقول لي بعد 20 يوم يشوف الاخر يشوف لي ديما راه يشوف الاخر السي ار بي تاعك يشوف الاخر لا ساتوراسيون تاع الاكسجين تعدى هذاك عنده ديابيت وكونسير دي بانكرياس وسيت ولا حاشاك بيقول على روحه ويتيح في القاع بالديجل 5 ثالث يوم جا الكابينه عمل تصوير مصور بوكي قال اون فكومونسي اون ايتود. انا يعني الشيء اللي تعجبت له اللي كما قلنا يوجد في النهر ما يوجد في البحر اللي خذا وخذا الاذن من الفاكولتي دو ميديسين وبدا في ايتود كلينيك اللي تعمل ليتود الاولانيه سيتي 250 شخص اون امبولاتوار يعني جاوا للسبيطار وروحوا لديارهم ولي باسيون اللي خذاهم كل باسيون من 40 عام الفوق ويزم يكون عنده مرضى لازم يكون عنده ديابيت يمكن عنده طونسيون مش حاله سهله يكون عنده مرض مزمن معناها كورونا مع مرض مزمن خرجت ليتود معناها سي 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 11 مره احسن وما فماش اموات في اللي خذاو النيجر 5 وفما اموات في الشيله الاخرى 11% موت اللي ما خذاوش واحد بالبلاسيبو. عمل ايتود ثانيه تاع الناس كي سون اوسبيتاليزي اللي جاو للسبيطار ورقدوا وطلعوا للرياء قداش من واحد طلع للرياء من اللي ما خذاوش النيجر 5 وقداش من واحد ما طلعش للرياء نلقاو لا طلع للرياء لا موت لحد شيء. فما نسبه كبيره ياسر في اللي خذاو البلاسيبو وخذاو الدويات راهو ما عطاها معناها الدواء القانوني تاع الحكومه يعطاه له اضاف شيء. وايتيود الاخرى اللي هي يجب نركز عليها برشا 740 باسيون شاركوا فيها 24 ميدسان ليبيرو سوبرفيزي بار سيريا بوكيف بريفونتيف. شو معنى بريفونتيف؟ الوقايه. دونك كل واحد ياخذ حربوشه في النهار 350 شخص خذوا حربوشه ما خذوش حربوشه هذو فيهم الكورونا فيهم شكون مشى السبيطار وفيهم توفى. هذوما جاتهم كورونا خفيفه 11 مره اقل ما سحقوش اكسجين ما سحقوش كلينيك. حاولوا نفهموا واش معناها ما مشاش كلينيك ما سحقش اكسجين ما تعدد له خفيفه. ماشي الحاجه المهمه برشا حتى حد ما عدا غيره زيرو كونتاميناسيون دون لونتوراج اللي خذا جيلول نيجل 5 حتى كي مرض بالكورونا ما عداش مرته ولاده. يعني صدقني ندور على لي ميدسان كلهم في وقت ليتود هذه الكبيره هذه معناها 750 شخص يرحم والديكم نحب واحد انكا زيرو كونتاميناسيون دون لونتوراج بهياس. دونك الدواء الرسمي دكتور ما يمنعش العدوى. الدواء الرسمي اللي يخلو في التريتمون ما يمنعش العدوى. لم يذكر ذلك يعني لم يذكر ذلك في النصوص العلميه. اما هذا ماهوش دواء قلنا مكمل غذائي مكمل غذائي اما عطانا نتيجه عدم الاستعداد اسمه نيجل 5 موجود في القرمان موجود في كل بلاصه. باهي هذا يا سيدي حاج شنو نقولوا احنا توا مع التلقيح الدواء هذا مع التلقيح يجب يعطي 100% مناعه على الشخص. كان التلقيح هذه 85 و70% مع التلقيح هذا ولات حاجه اكسترودينير. وهذه نعاود لكم انا مانيش طبيب جو سوي ديبلومي اون سيونس ميديكال. عندنا الاطباء اللي يتكلموا انا في ليتود هذه يا سيدي عندنا 19 شيف سيرفيس اي ميدسان اللي شاركوا في ليتود هذه اساميهم كلهم موجودين هنا ومذكورين داير عالميا. في ليتود الاخرى كيف نفس الشيء الاخرين 25 ميدسان اي بي توت اون ايكيب كي سوبرفيزي سا هاو برودوي تونسي خرج ما اكتفيناش بالشيء هذاك برك. وتوا باش ندخلوا في النقطه نتاع الطاقات التونسيه تخوا زيتود كلينيك كوندوميزي باهي قلنا احنا بعداش نشوفوا اللي خذا نيجل 5 هذايا عنده فيروس ها وبعد ما خذا نيجل 5 ما عادش عنده فيروس ولا الفيروس تبدل لازمنا نعملوا سيكونساج جينوميك معناها التقطيع الجيني نتاع الفيروس. وين باش تعمل تقطيع جيني فيروس؟ برا امشي ربي عينك في سالبتريير وامشي اعملوا انت في فرنسا وشوف لي زوتوريزيشن يا ودي انا كنت سويت كلموا بعضهم بروفيسور في لوبيتال شارل نيكول جينيتيسيان ميكروبيولوجيست خذات عطينا التقطيع الجيني نتاع الفيروس قبل النيجال وبعد النيجال وعندنا الخرائط نتاعهم موجودين. قلنا تويكا لازمنا نشوفوا لي نانو بارتيكول في وسط الدواء نتاعنا احنا. هاي سيدي بروفيسور دورباز في سوسه
c'est un prof de calibre maintenant qui mérite le titre et mérite. السيد هذه خذات تو تحت الميكروسكوب فورس اتوميك تلوج على نانو بارتيكول باش تثبتهم علميا وتحسبهم في كل جيلو قداش يعني هذا واحد. وبعد شكون معنا اخر؟ بروفيسور عبد الملك، بروفيسور عمري، بروفيسور عباسي هندا، هذم ثلاثه نتاع فيزيك اللي دخلناهم في الريشيرش نتاعنا توا في ميدان اخر اكثر من هذاك عن طريق الشومانيتيك، عن طريق الارسال. فما بحوث وقعوا كيما البروفيسور لوك مونتانيي البري نوبل اللي مازال كيتوفى السيد هذايا، اثبت اللي بالاتافر انترنت، ها ما رجعنا للرقم انا سي عقيل، اتافر انترنت واتافر التليفون يجم يبعث دي فريكونس نتاع ادويه بالتليفون. عملناها احنا عام 2008 عملناها، اسمه هيلينغ فراكتال كور، موجود في فرنسا اللي اوكو على الاكسبيريمونتال باش يمشي خاص في الاوجاع توسكي الجي توسكي اختخالجي توسكي دورسالجي توسكي سيرفيكالجي. اي هو عنده une efficacité زاد dans certains cas de virus. شكون توا هذا عملناه احنا عام 2008؟ اما هذا عندي une équipe de physiciens توا الجامعيين اخذوا ليتود هذه ونجتمع كل اسبوع باش نتقدموا في الحاجه هذه. شكرا. الجامعه التونسيه، الجامعه التونسيه لها دور من الجامعه نبني الوطن. ابليكاسيون، ابليكاسيون سيدي، عملنا ابليكاسيون، عملنا ابليكاسيون توا اللي تربط الطبيب بالمريض. اش معناه؟ معناه المريض كي يمشي له لحد للطبيب ياخذ تليفونه ويصب له ابليكاسيون. اي وبعدش يعطيه الادويه نتاعو ويمشي على روحه. المريض يخرج له كل 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 يوم وقت يختاروا طبيب خمسه نجوم. شنو احوالك؟ ينزلوا على نجمه، ينزلوا على اثنين. يعني الطبيب عنده كل يوم ان كور تاع ليفوليسيون دو تو لي باسيون وشنو هو الدويات اللي عطاها لهم وشنو هو الافيكاسيتي مع المكمل نتاعنا وبلاش المكمل نتاعنا في الكوفيد وفي السرطانات وفي كل شيء. لابليكاسيون هذه فيها باز دو دوني محميه. اش معناها محميه؟ لابليكاسيون هذه ما فيهاش اسامي المرضى، فيها نوامر 550 450 فيه الجراد، نهار يطلع له ملازم، نهار يطلع له ملازم اول، نهار يطلع له نقيب. اخر حاجه، اخر حاجه في تونس فما طاقم تاع تيلي كونسلتاسيون ميديكال. دونك فما فما دو سيت في تونس معناها موجودين، عاش نجم نذكرهم ولا طبت العياده الهاتفيه ولا طبت ان وفما مد ان قاموا بمجهود جبار. والوزاره الصحه قنت وعملت قانون توا سنته باش تنظم الامور هذه، وهي بصراحه حاجه باهيه برشا. دونك شكرا دكتور محمد. سي طارق بن اسماعيل، واحنا سامحني واحنا توا عندنا في فرنسا 48,000 باسيون يلوجوا على دي ميدسان فيتوثيرابيوت ولا اوميوبات وميدسان. ما ثماش ما ثماش في فرنسا، معناها باش نجبدوا باش نجبدوا ما خذونا لي ميدسان، انا باش ناخذوا لهم لي باسيون احنا في تونس. هذا شيء من القرار من اللابوراتوار نتاعي، ويعطيكم الصحه على صبركم وتخي بيان تو. دكتور حدي بلا فقط سؤال، الدواء هذا كان في تونس؟ رائج في تونس المكمل الغذائي هذا فقط؟ لا موجود في الاوروب، عنده عنده 22 سنه في الاوروب. اي موجود. برافو. دونك سي عبد المجيد ودكتور محمد حداد والسيد عقيل، دونك فما مثل معناتها يربط التغذيه بالاقتصاد ويقول لك دي موا كيسكو تي مونج جو تو ديري او تو ايرا، معناتها قول لي اش تاكل تنقول لك وين تمشي. أصل نصري تشكركم، شكرا، نخرجوا بشكرا أصل نصري. شكرا للكلمة الحلوة. الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دونك نرجع لكم من جديد. الحقيقة الوقت يجري 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 معناتها ومازال عنا برشا حديث نحكيوهم على كاليبر اللي استدعيناهم اليوم. دونك السيد عقيل، دونك برشا برشا كلام الحقيقه خذيته من كتابك اون تونيزي ابرونونت، هذه الحاجه الاولى. الحاجه الثانيه السؤال اللي سالته لك قبل الفاصل، معناها تقول لي اش تاكل نقول لك وين تمشي، ومعاهم كلمه الختام معناها في اربع دقائق هكاك. معناها السلوغون اللي كنت تحكي عليه هو انه يلزمنا احنا نكونوا في التغذية نتاعنا وفي الاجريكولتور نتاعنا في الفلاحة نتاعنا نركزوا بالقدا، لأنه هذا مجال كبير ياسر نتاع تصنيع ونتاع انوفاسيون، ويزلنا نركزوا عليه بالقدا في جميع المجالات، لأنه هذاك هو سكي، هذاك هو لا غارونتي نتاع شعب ايمونيزي، معناها شعب ملقح ملقح. هاتيك الصحة. هذا الشيء يحب يقول، يحب يقول اليوم بلادنا ما تخرج من الوضع اللي فيه الا ما تكون فما برامج ومشاريع. الموديل ايكونوميك واضح. مشاريع، مشاريع لازم تكون فما مشاريع. تخطيط. تخطيط للمشاريع.
والمشاريع الكبيرة اليوم اللي يلزمنا نكونوا معناها مركزين عليها هي كيفاش رقمنة البلاد، مش رقمة الإدارة، لا رقمنة البلاد. البلاد يعني فيغيتابلومون يلزم تكون بلادنا ان بول، ان بول ريجيونال وكونتيننتال نتاع رقمنا، باش يكون فيه معناها المهارات اللي حشنا بهم تكون موجودة، وهذا ما ينجم يكون محليا وقاريا وعالميا. هذا كان من نجم نربطه احنا بلادنا افيك لي كابل سوماران. وي لي كابل سوماران اللي متعدية منهم الانترنت يفالوار اللي نجم نكونوا احنا ان اوب بو غاتيري لي كابل سوماران اللي يتعداو في الميديتيراني في البحر الابيض المتوسط. جميع لي كابل سوماران قاعدين يتعداو، جميع اكثريتهم اللي باش يتعداو بين اوروبا وافريقيا يتعداو قدامنا احنا، لكن احنا مش قاعدين نستغلوا فيهم. علاش؟ على خاطر اليوم ما عندناش النظره اللي راهو البلدان اللي معانا واللي تحتنا اللي هما ليبيا وبقيه الجزائر وتشاد ومالي والنيجر. ما هو نوتخي فالوغ لي كابلي تقصد يلزم نفهموا موقعنا، يلزم نعطيو، يلزم نعطيو حق الموقع الجيوستراتيجي تاع تونس تاع بلادنا. راهو الموقع هذايا معناها حتى حد ما ينجم يفكهولنا، لكن احنا قاعدين نخسروا في وقت ثمين جدا في حاجات معناها لا لها معنى. الوغ كي فالوغ ديسيدي لي شوز اي دو لي دير. احنا خايفين، احنا ديما عندنا الفكره اللي ما نحبوش نقولوا باش ما يكنتروناش. يا ولدي قول، ما يكنترك حتى حد، تيقول تيقول اما كون سباق، تكلم تكلم وقول شنو اللي قاعد تحب. وانا هنا من 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 من, من المنبر نتاعكم هذايا نحب نقول حاجه مهمه جدا. راهو يلزم بذبي اليوم مسؤول سياسي في اعلى مستوى يجي يقول لبلاد تونس يا تونس رانا احنا اليوم باش نعطيو لرواحنا 30 سنه، نعطيو 30 سنه باش يكونوا في 30 الاولانيين في العالم. 30 سنه باش نكونوا 30 الاولانيين في العالم، وربي يبارك وبارك الله فيك في السلوغون هذايا. وهاو فما عباد ملتالي توا تخطط، معناها ليفولوار تخطط كيفاش باش نخرطوا اي، ومن بعد فما سياسيين يحطوا لي زاكسيون باش نخلطوا للتخطيط اللي احنا حاجتنا به. لكن لكن ما فماش التخطيط هذايا وما فماش الفخاز هذايا رانا ما نعرفوش وين ماشيين داكوردو. وهذا راهو مهم 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 جدا. وهذا الكل ما ينجم يصير ماهوش فرادة، هذا ما ينجم يكون يصير كصفه تشاركيه مع بعضنا مع بعضنا. الخطر تونس تتحق ولادها، ولادها في المدن، ولادها في الارياف، ولادها في الداخل، ولادها في الخارج. هذا هو اللي يلزم يكون البرنامج الكبير نتاع البلاد اللي باش تنجم تغير به الرؤيه كامله. ديك الصح سي عقيل فريمون كابسول دينرجي بوزيتيف، معناتها والله مش في وجهك، معناتها فريمون كلام يثلج القلب، يرحم والديك وبارك الله فيك. مباشره معناتها للدكتور محمد الحداد غير سؤال سي محمد باهي ياسر هكا وجهت لي الكرونو فاهم راني فاهم هاو الكرونو قدامك باهي سيتي يعني احنا توا نحكيو وكانه الاوضاع العالميه معناها ديما نرى التفكير في تونس ولا التفكير السياسي والاقتصادي في تونس وكانه العالم مزدهر والدنيا ماشيه ما فماش حتى مشكل. وما حبيناش نتعظوا اللي وقت الكورونا دوله كيما فرنسا ما عادش عندها ماسك، مشات باش تشري ماسك من 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 عند الصين، خبروا عليها في الاخبار اللي ماسك تهزوا من المطار تاع الصين امريكي خلص فيهم اغلى وقعد فرنسا بلاش. كل واحد ولا معناها نفسي نفسي سو كيفي ما نسيوش في سيتياسيون مونديال كيما اللي تعدينا منها توا. وربما باش نعاودوا نتعداو من سيتياسيون اصعب من هذيا، يمكن تكون على مستوى الحرب نتاع روسيا واوكرانيا، ربما على مستوى الوباء اللي يقول عليه سي بيل جيت ما ذلك كان السيد معناها غلط. الا باش نعاودوا نرجعوا سسرى أسوأ، ومازلنا معناها نحكيو على لا زيد شريت هذيك، مع يلزمنا نظره طويله بارابور وكريز كي مون اريفي باش نعملوا على رواحنا. الاكسجين ما لقيناش، الناس ماتوا في السبيطارات باش اكسجين يا حبيبي، الناس وقف على الاكسجين ما ثماش. ما تجمش تلومنا على وزاره لا شيء، كل موند ايتي برو دي بورفيو. انا كنت في فرنسا وقت الكورونا، سي مصيبه عظيمه جايه، مصيبه اخرى حضرنا لها، حضرنا اكثر نو. دونك كي جيت لتونس وشفت الشيء هذاك قررت باش نطلب ميتاسيون مادام فما الكورونا موجوده في تونس، مادام انا موجود في تونس. هذا علاش؟ لانه اذا كان خلطنا العمر اللي احنا فيه تويكا
خبرتنا توا لتونس. علاش؟ خاطر فما ان دونجي دو مور، دونجي فيتال. نعطيكم مثال يا سيدي، اذا كان تونسي عنده فكره تويكا او ميكروبيولوجي ولا عنده فكره معينه، انسان علمي عنده فكره معينه، والله العظيم كان يمشي اي استاذ ويقنعه بالفكره هذيك برك، واقناع الاستاذ مش ساهل راه، تمشي دوما بروفيسور صعيبه ياسر تقنعه يا سيدي يعمل لك التجارب نتاعك انت. لا فاكولتي دو سيونس تلقى فيها شكون، لا فاكولتي دو كيمي تلقى فيها شكون، يعني بالمويا اللي عندنا احنا تخلط مشروع كي النور تاع بيبليكاسيون سانتيفيك تمشي في العالم كامل، ما فماش ما فماش ما فما حتى فران حاجه هذه. هذه حاجه. حاجه اخرى، نعلمكم اللي اكتموش شي فراكتال معنا في لابوراتوار نتاعنا قاعدين نخدموا على حاجه، اكتشفنا حاجه لما عملنا كيفاش هل يمكن، هل يمكن المداوات عن طريق الهاتف في بعض الاشياء، بعض الاشياء مش ديابيت لا، وجاع نتاع عنق وجاع نتاع ظهر وجاع كذا، نجحنا فيها من 2008. عندنا 2.5 مليون اوروبي يستعمل في السيستم هذا، والسيستم هذا موجود في تونس جراتويتمون، سيبنا بلاش التونس راهو نمرة تليفوننا 92 727 533 تطلب يجيك سنان اش اف سي باهي يعاود عاود لي رقم دكتور 92 727 533. هو ستان سيستم اللي الطبيب منا يؤمر به في برشا حالات، يعاون برشا، وستين ابروش قبل ما تبدا يا خويا في الكريتيك سي سويد، دعم روحك شويه ونيفو تاع فيزيكونتين منا، خذ المعلومات كافيه ونقولوا يلا احنا جبنا حاجه لتونس تويكا. ليتود نتاع السيستم هذا كيفاش يمشي علميا تو قاعده تقع في تونس، ما يعرف على الساده جامعيين معنا دي جرو كاليبر دو بوبليكاسيون كومون اس بوسيبل، ماهيش موجوده هذه لا في امريكا لا في الصين لا في كل في حتى شيء. دونك سو سافوار فير هذايا كي يخرج علميا في تونس، من تونس باش يخرج للعالم، حبه من حبه وكره من كره. جي تي سي دي ان طونك ديريكتور دي ريشيرش دو لابوراتوار فراكتال باش يكون تونسي، اي لي تونيزيان، سي مون لابوراتوار كي ديسيدي، سي نو جوريست كي ديسيدي، والعالم موجود. هذا كله علاش خلطنا الحاجه، لقينا بوسيبيليتي دو ديكوفرير، وهذه نختم ان شاء الله دقيقه، لو كور دو لورديناتور كوانتيك. Le cœur, le microprocesseur d'ordinateur quantique, tourne à une très importante. Le savoir-faire, c'est ce qu'on peut faire avec une chose nouvelle dans le monde, mais pas dans le monde. Il y a un fractal Europe, le laboratoire de l'Europe, mais le bâche fait un tariq admin, physiciens ou des mathématiciens, fait tout ce qu'on peut faire. Le cœur, le calme de l'ordinateur quantique, il y a un aide. Oui. Nous sommes en train de le développer avec des professeurs universitaires. Allez, il y a un tour de stock ici. يزي تو انا ما عادش نحب ناخذ قروضات لحد شيء، سايب الباي بال، هذه كحل اقتصادي على مستوى نتاعي انا مانيش راجل اقتصاد، يرحم بوك سايب منا الباي بال، يرحم بوك يا مسيو ديريكتور سونترال دو البنك سونترال واش تسمى، سايب الباي بال خلي البنت فرات، خلي يدخلوا لك 5 مليون دولار بار جور، والشباب الكل راهو اذا عندك فكره امشي للجامعات، امشي للبروفيسور، اقنعهم تنجم تعمل حاجه عظيمه، وفي البلاد هذه بلاد حلوه ياسر. شكرا ويعطيكم الصحه. واكبر دليل على حلوه البلاد هذه الاذاعه اللي انا فيها تويكا والناس اللي فيها. شكرا. معناها all the honor is mine، معناتها كل الشرف لنا دكتور. دونك كتابك اعطيني اعطيني الكتاب خليني انا نوجهه. دونك لو ديكلان دي كونسير او كارفور دي كونيسونس، معناها في مفترق المعارف. دونك الكتاب هذا معناتها ان شاء الله هذه دوزيام اديسيون، دونك النشره الثانيه، دونك باش نحكيو عليه ان شاء الله في مناسبات اخرى. واكيد جدا فما كونتينيو، معناها متشوقين الساده المستمعين باش يشوفوه. دونك سي عبد المجيد بالضبط قدامك الكرونو 56 دونك دقيقه 57 قص علي الارسال. دقيقه واحده. الاذاعه الاولى المختصه في الصحه، اذاعه الحياه بالقيروان، الاذاعه الاولى المختصه في تونس في شمال افريقيا، شرف كبير ان نقول قفل المعلم وقفل العلم وقفل العالم. هذه إذاعة الدكاترة، إذاعة العلماء، إذاعة ليزانتيليكتويال المثقفين، برافو. عشوية حلوة برشا، إن شاء الله نواصلوا في بناء المجتمع ومن الجامعة نبني الوطن. شكرا سعد المجيد. إذا أنت وقفت للمعلم للأستاذ وكل شيء، ما وقفتش المقدم الحصة، ربي فضلك. سي عقيل زوز تروين. أنا نقول اليوم يلزم فما جرأة، لوداس، الجرأة هذاك هو اللي باش يخلينا احنا اليوم نقدموا وننهضوا ببلادنا. واضح. بارك الله فيكم، تشرفت برشا باستقبال اليوم الدكتور محمد الحداد والسيد عقيل صدقاوي. شكر. وطبعا السي عبد المجيد بن فرحات. شكر. الشكر لله سبحانه وتعالى. نشكر. في ومية. أول حاجة نشكر الإذاعة هذه إن شاء الله. وباش نعطيو كل مجهوداتنا معناها باش نجموا نعملوا برامج إن شاء الله تثقيفية وتحسيسية على الإمباكت ديزيموسيون سور لي مالادي.
هذه حاجة هيلة برشا. وآخر حاجة نشكر الميدسان كلهم اللي عطونا ثقة في الأول وما تخيبتش، اللي فارماسيان كل اللي عمل مجهود جبار باش يوزعوا الأدوية، وغروسيست اللي شاركوا معنا، وزارة الصحة ووزارة التعليم، معناها الناس في وزارة التعليم، ومحلية تونس وشرى دماغ محلية تونس. مستمعينا الكرام، إذا ما عادش عنا وقت للأسف، معناها باش نحكيو على الكتاب أوزون نوتر فيتور متاع سي عقيل السدقاوي، نحكيو عليه مرة أخرى. مستمعينا الكرام، إلى اللقاء إن شاء الله. الحياة فهم، الحياة فهم، زهرة الحياة. من الجامعة نبني الوطن، من الجامعة نبني الوطن، برنامج يسلط الضوء على دور الجامعة وضرورة المراهنة على البحث العلمي للارتقاء بالوطن، مع الدكتور طارق السالمي.